السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة لذيذة بحيث إن أنت بتعمل إيديت للفاميلي ويبقى شايف البرامتر وتقدر تتحكم فيها. طيب على سبيل المثال مثلا الفاميلي ديت، لو عملت لها إيديت فاميلي تمام هيظهر معايا الفاميلي برامترز ديت. تقدر تيجي هنا هتلاقي البرامتر شغالة معاك، مثلا الدبس مكتوب هنا 600، بدل ما تدخل تعدل الرقم لا ممكن تحرك الرقم كده هتلاقي الشكل نفسه بيتغير معاك بالشكل دوت أهوت. الويتس برضه هيتحرك معاك بالشكل دوت. برضه لو عندك قيم فاليو هتلاقي موجودة هنا، لو عندك برامتر يس او نو هتلاقي برضه معاك هنا. خلينا نخرج من الفاميلي دي ونجرب فاميلي تانية، وليكن مثلا الشباك دوت او الشباك نفسه. ايه الفاميلي، خلينا نفعل الأداة اللي موجودة هنا اسمها Family Editor Interface. Family اهيت، هتبدأ تعدل في الهاي تعدل في الويتس بالشكل دوت، تظهر معاك.